في التحليلية: إسرائيل ودوامة الأزمات، خامس انتخابات في 3 سنوات، ماذا بعد انهيار الائتلاف الأقصر عمراً؟ جبهة الباب، الميادين على خط التماس، أي جاهزية للجيش السوري أمام التهديد التركي؟ في أضخم إضراب لسكك الحديد منذ عقود، بريطانيا مقطعة الأوصال، وجونسون يهدد، هل بيده حيلة؟ وفي قضية اليوم، على أبواب الانتخابات النصفية، تكساس تحيي الدعوات الانفصالية، ظاهرة تتجدد في اتحاد منقسم، وشبح ترامب حاضر. بين المسببات والتبعات، ماذا يعني صعود النزعات الانفصالية؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس الشريف.